وعلى هامش حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الثامنة، نظمت وزارة الإعلام جلسة حوارية بعنوان الصحافة الاتجاهات المستقبلية ومتطلبات التطوير. وتهدف هذه الندوة إلى ترك الأثر الطيب للمشاركين لتبادل الخبرات، لا سيما أن المشاركين في هذه الندوة الحوارية قامات إعلامية خليجية. على هامش حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عقدت جلسة حوارية بعنوان الصحافة الاتجاهات المستقبلية ومتطلبات التطوير بحضور وزير الإعلام ومشاركة قامات وطنية وخليجية ليؤكدون على الجهود المخلصة في تنوير الرأي العام وممارسة حرية الرأي والتعبير بكل مهنية وموضوعية وإبراز النجاحات الوطنية. الإعلام والصحافة عامل متغير وتحدياته دائما في استمرار بشكل مستمر، وبالتالي هذه التحديات تستوجب حقيقة منا نحن كعاملين وكمشتغلين بهذه المهنة أن نناقش يعني تحديات المستقبل. وما هذه الندوة حقيقة التي أقيمت على هامش الجائزة إلا أهم نقطة تناقش هذه التحديات. التحديات كبيرة، التكنولوجيا الآن تحدي، الذكاء الاصطناعي أيضا اليوم تحدي، المواقع الإلكترونية، البودكاست. الرسالة تكون حق نفسنا يعني لنا إحنا ولزملائنا هنا وكلنا، أن إحنا يعني ما نتوقف عند أي شيء سلبي خاصة بالنسبة للصحفيين، نجدد نفسنا ونجدد أدواتنا الرقمية، نشوف مثلا شو المحتوى الجاذب الممتع اللي يبغي القارئ ونحقق له بصراحة اللي هو يبغي، وأكيد القارئ بيننا. وتناولت الندوة الحوارية كيفية التعامل مع الأحداث والأخبار في المنصات الإعلامية والمسؤولية الملقاة على عاتقها، إلى جانب كيفية تسهيل عملية إيصال الرسالة بكل سلاسة وسرعة عن طريق التكنولوجيا الحديثة. أرى أن على مر التاريخ الصحافة لعبت دور كبير في دعم المجتمع، سواء من خلال هذه الأفكار التي تطرح عبر صفحاتها، من خلال الكتاب الذين أبدعوا، من خلال ما قدمته من طروحات وآراء وما شابه ذلك. لذلك الصحافة الورقية صحافة مهمة. أنا أشكر الأخوان في البحرين على أنهم اهتموا بهذا الجانب وعملوا نوع من التكريم لهم متمثل في هذه الجائزة، وأتمنى إن شاء الله أن تحذو بها كل الدول العربية بإذن الله. ويشكل الإعلام والصحافة البحرينية أحد أهم المحطات التي تدل على اهتمام مملكة البحرين بمهنة الصحافة لدورها الجوهري الذي تقوم به في تشكيل وعي المجتمع والتعبير عن قضاياه ضمن إطار أخلاقي وقانوني. جلسة حوارية جاءت على هامش جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لتؤكد على الدور المحوري والكبير الذي تقوم به المؤسسات الصحفية في مملكة البحرين في النهوض بالحريات، إلى جانب وضع أنجع الحلول وأفضلها بالقطاع الإعلامي ككل لمواكبة التكنولوجيا الحديثة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. جاءت جريدة البحرين في ثلاثينيات القرن الماضي لترسخ اسم البحرين كأول دولة في منطقة الخليج العربي تشهد إصدار جريدة إسبوعية، حيث كانت شعلة مضيئة للكلمة الحرة والمسؤولة. وتوالت بعدها العديد من الصحف في مملكة البحرين وبسقف عال من الحرية، لتشهد الصحافة البحرينية تقدماً كبيراً وترسي نهجاً ثابتاً يستند إلى أمانة الكلمة والتمسك بالثوابت والقيم الوطنية. وقد ترسخ في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منهج فتح الآفاق أمام الصحافة الوطنية إيماناً بدور الصحفيين والصحافة في دعم وترسيخ أسس المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله. فالصحافة والإعلام هما عنوان المشروع الإصلاحي، وسنظل مستمرين في دعمنا ومساندتنا لكم لقيامكم بدوركم الوطني، وأن ثقتنا بالصحفيين والإعلاميين كبيرة.
وتكريما للصحفيين والأقلام الوطنية، أطلق ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مبادرته الكريمة عام 2014 باعتماد 7 مايو سنويا يوما للصحافة البحرينية، إحياء لتاريخها العريق وتأكيدا على أهميتها في عملية البناء والتنمية. كما حظيت الصحافة البحرينية بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على المستويات كافة. وتأتي جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة كلقاء سنوي متجدد يؤكد حرص سموه المستمر على دعم تطور العمل الصحفي، إذ شكلت الجائزة حافزاً للصحف والصحفيين على مواصلة الإبداع والتميز ونقل الرسائل البناءة. كما أن الجائزة هذا العام تأتي في نسختها 8 من استحداث فئات جديدة تشمل المحتوى الرقمي الصحفي، كما إنها تفتح المجال لطلبة الإعلام لخوض غمار المنافسة لينخرطوا مبكراً في المسيرة الصحفية البحرينية. ويأتي هذا الدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على أهمية الجائزة في تعزيز الحرية المسؤولة للصحافة وقدرتها على عكس تطلعات المجتمع، فلطالما كانت الصحافة الضمير المتكلم وصوتاً لأبناء الوطن وآرائهم البناءة.